تحدثنا عن المعيار الدولي رقم 21، وقلنا انه تكلم عن نقطتين جوهريتين، النقطه الاولى اللي هي عمليه الصفقات، والنقطه الثانيه هي التحويل الى عمله الشركه الام اللي هو عمليه الترانسليتنج. نتكلم عن التحويل الى عمله الشركه الام. غالبا ما تمتلك الشركه الام فروع خارجيه وشركات تابعه لها في دول اخرى اجنبيه. في مثل تلك الحالات تقوم الشركة الأم بإعداد قوائم مالية موحدة أو مجمعة تضمن كل الأصول والالتزامات ونتائج أعمالها فروعها عمل فروعها أو الشركات التابعة لها الموجودة في دول أجنبية، وذلك بهدف مساعدة إدارة الشركة المتعددة الجنسيات في قراءة القوائم المالية وعقد المقارنات ومعرفة وضع الشركة ككل وتوجيه الاستثمارات واتخاذ القرارات الملائمة حتى تتمكن الشركة الأم من توحيد القوائم المالية لمجموعتها. تلك يجب عليها بداية أن تقوم بتحويل أو تعمل عملية ترانسليتنج القوائم المالية الخاصة بالفروع الخارجية أو الشركات التابعة من العملات الأجنبية الأخرى إلى العملة الوطنية للشركة الأم محل المركز. هنالك عدد من الأساليب البديلة للتحويل القوائم المالية لعملية الترانسليتنج، ممكن نخدها في مجموعتين. المجموعة الأولى هي تحويل جميع البنود وفق سعر الصرف الجاري، والجروب الثاني تحويل بعض البنود وفق سعر الصرف الجاري والبعض الآخر وفق سعر الصرف التاريخي. يبقى عندنا عدد من المداخل. المدخل الأول مدخل سعر الصرف الجاري اللي هو Current Rate Approach، والمدخل الثاني مدخل أسعار الصرف الجارية والتاريخية الهيستوريكال والكرنت أبروج ريتس. وتحويل البنود باستخدام هذا المدخل عن طريق الأساليب الآتية: أسلوب العناصر الجارية والغير الجارية اللي هي الكرنت النون كرنت ميثود، وأسلوب العناصر النقدية وغير النقدية اللي هي المونيتري النون مونيتري، والأسلوب الزمني تيمبرال ميثود. نتحدث عن هذه الأساليب أسعار الصرف المستقبل لتحويل القوائم المركز المالي في من خلال هذا الجدول اللي هو بيحدد أساليب التحويل وبنود القوائم، وبيحدد كيفية التحويل لسعر الصرف الجاري والبنود الجارية وغير الجارية بأسلوب البنود الجارية وغير الجارية والبنود النقدية وغير النقدية والأسلوب الزمني. بالنسبة للآيتمز بتاعت البالانس شيت أو الميزانية، إن كانت current assets مثل النقدية والمدينون والدائنون قصيري الأجل short term أو المخزون السلعي الستوك أو الفيكسد assets الأصول الثابتة، والمدينون الديترز والكريديترز long term، والكابيتال رأس المال. في عند استخدام أسلوب المدخل السعر الجاري، كل هذه الأيتمز الموجودة في البالانس شيت بيتم تحويلها وفق الكرنت ريت ما عدا الكابيتال اللي هو رأس المال بيتم تقييمه بسعر الصرف التاريخي. ده بالنسبة لأسلوب المدخل السعر الجاري. أما مدخل أو أسلوب العناصر الجارية وغير الجارية، ده بيتعامل مع نوعين: العناصر الكرنت زي النقدية والمدينون والدائنون والمخزون السلعي بالكرنت، والأصول الثابتة والمدينون والدائنون طويلين الأجل ورأس المال بالهيستوريكال. أما أسلوب العناصر النقدية وغير النقدية، ده بينظر إلى حسب سيولة العنصر. إذا كان العنصر أقرب للسيولة مثل النقدية والمدينون والدائنون قصيري الأجل، أو المدينون والدائنون طويل الأجل، ديل أقرب إلى السيولة فديل بيترجموا بالكرنت. أما المخزون لأنه من الصعب تحويله إلى نقدية، والأصول الثابتة كذلك، ورأس المال بالهيستوريكال الريت السعر التاريخي. بالنسبة للأسلوب الزمني، هو أشبه بأسلوب العناصر النقدية وغير النقدية. في كل الايتمز مثلا النقديه والمدينون والدائنون بالسعر الجاري، المدينون والدائنون طويلي الاجل ايضا بالسعر الجاري، المخزون السلعي والاصول الثابته وراس المال بالهيستوريكال. بيختلفوا في مخزون السلعي، بينظروا الى المخزون السلعي على حسب نوعيته او على حسب طبيعته، اذا كان هو اقرب للسيوله او لا. اذا كان اقرب الى السيوله بيعامل بالكرنت، اما اذا كان اقرب الى يعني ما بيتحول الى سيوله سهولة يتم تحويله بالهيستوريكال. ده فيما يخص البالانس شيت. أما فيما يخص الانكم ستيتمنت أو البروفيت لوس أكاونت،
بالنسبه لمدخل السعر الجاري طبعا من الصعب تحويل كل الايرادات والمصروفات بسعر صرف جاري، لذلك بياخذ متوسط سعر صرف. بالنسبه لسوى العناصر الجاريه والغير جاريه، كل العناصر بتاعت الايرادات والمصروفات بتعامل بمتوسط سعر صرف ما عدا الديبريسيشن الاستهلاك، ده بيعامل بسعر تاريخي. بالنسبه لسوى العناصر النقديه والغير النقديه، كل الايرادات والمصروفات بتتعامل بسعر الصرف متوسط سعر الصرف ما عدا الديبريسيشن والكوست اوف سيلز تكلفه البضاعه المباعه، دي بيعامل بسعر التاريخي. بالنسبه لاسلوب الزمني ويشبه تماما الاسلوب العناصر النقديه والغير النقديه، كل الايتمز بالمتوسط بالنسبه للبروفيت لوس اكاونت ان كانت ريفينيو او اكسبنسز كلها بالمتوسط ما عدا الديبريسيشن والكوست اوف سيلز. الكوست اوف سيلز برضه بنرجع لطبيعه المخزون ان كان سيوله او كذا، هو ده الاختلاف الوحيد مع عناصر نقديه وغير النقديه. هذا فيما يخص عمليه الترجمه. نتحدث موضوع اخر اللي هو يتكلم عن المعيار البريطاني الافرس 1، هو بيتحدث عن قوائم التدفقات النقديه الكاش فلو ستيتمنت. كانت معظم الشركات الامريكيه حتى سنه 83 بتستخدم قوائم تدفق الاموال كواحده من القوائم المنشوره الببلش اكاونت. بدا التحول بعد ذلك الى قوائم التدفق النقدي للاسباب التاليه. معظم الشركات الامريكيه كانت حقيقه تعاني في مشكله في التدفق النقدي وليس في مشكله في 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 الوركينج كابيتال في راس المال، انما المشكله الحقيقيه كانت في التدفق النقدي، لانه هنالك بعض العناصر مثل الديترز والستوك دي من الصعب تحويلها نقديه بسهوله، بالتالي لو يحصل انسولفنسي او يحصل بانكربسي ما بتقدر توفي بسداد الاستحقاقات في الوقت المناسب. ايضا اضافه لذلك قرارات الاستثمار الانفستمنت ديسيجن في المشاريع اللونج تيرم، لما تيجي تستخدم المعايير الماليه النت بريزنت فاليو والاي ار ار مثلا او البي باك بيريود المعدله، تحتاج حقيقة للإن كاش فلو والأوت كاش فلو للوصول للنت كاش فلو حتى تضربه في معامل الخصم للوصول إلى البريزنت فاليو، وبالتالي نقدر أن نستخدم النت بريزنت فاليو والآي آر آر انترنال ريت أوف ريتين، وده ما بيجي عن طريق قائمة تدفق الأموال، إنما قائمة التدفق النقدي توفر لنا هذه المعلومة. إضافة لذلك قائمة التدفق النقدي توفر معلومات عن النقدية بصورة أكبر من قائمة تدفق الأموال أو الوركينج كابيتال. وحصل تطور تاريخي طبيعي لقائمة التدفقات النقدية، و يعني سنة 91 أصدرت لجنة المعايير المحاسبة الـ ASB معيار الأول إفرس 1 بعنوان قوائم التدفقات النقدية، والتي حللت التدفقات النقدية إلى 5 أقسام أساسية، والتي عدلت فيما بعد إلى 8 أقسام، وعدلت فيما بعد إلى 3 أقسام رئيسية. الثمانية أقسام الرئيسية اللي هي الهيدنج ان ذا كاش فلو ستيتمنت كان بتبدا بانشطه التشغيل اللي هو الاوبريتنج اكتيفيتيز والعوائد على الاستثمارات وخدمه التمويل، الريتيرنز اون انفستمنت اند سيرفيسنج او فاينانس، التاكسيس ضرائب، الانفاق الراسمالي والاستثمارات الماليه الكابيتال اكسبنديتشر اند فاينانشال انفستمنت، العمليات الاستحواذ وتصرف الاصول الاكويزيشنز اند ديسبوزلز، توزيعات حقوق الملكيه اكويتي ديفيدنس بيد، واداره الموارد السائله مانجمنت اوف ليكويد ريسورس، التمويل الفاينانسنج، هي دي الثمانيه اقسام. هي تحولت الى ثلاثه اقسام اللي هي الاوبريتنج اكتيفيتيز والانفستنج اكتيفيتيز وفاينانسنج اكتيفيتيز. اهداف قائمه التدفقات النقديه، حقيقة قائمة التدفقات النقدية تهدف إلى تحقيق أهداف كثيرة، منها توفير معلومات عن مصادر النقدية الواردة واستخداماتها خلال فترة معينة، معرفة التغيرات التي تطرأ على العناصر النقدية، توفير معلومات عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية، معرفة مدى قدرة المنشأ على تحقيق تدفق نقدي إيجابي في المستقبل، معرفة مدى قدرة المنشأ على الوفاء بالتزاماته، معرفة مدى حاجة المنشأ لأموال من مصادر خارجية، معرفة أسباب وجود فرق بين صافي الدخل وصافي التدفقات النقدية، توفير معلومات ملائمة للتخطيط ورغبة العمليات المالية، وعدد من الأهداف. مصادر البيانات اللازمة لإعداد قائمة التدفقات النقدية، حقيقة المصادر كثيرة، ولكن منها
السجلات والدفاتر، غائمة الدخل، الميزانية العمومية، بعض البيانات المختارة عن العمليات ذات التأثير على النقدية، طرق إعداد غائمة الدفع النقدي. يتم إعداد غائمة الدفع النقدي باستخدام طريقتين، يا إما الطريقة المباشرة دايركت ميسج أو الطريقة الغير مباشرة الاندايركت ميسج. وبموجب الطريقة المباشرة يتم الإفصاح بشكل إجمالي عن المقبوضات والمدفوعات النقدية المتولدة عن التشغيل، والتميز هذه الطريقة بأنها توفر معلومات دقيقة ومفيدة تمكن الإدارة من تقدير التدفقات النقدية المستقبلية. أو الطريقة المباشرة يتم تحديد صافي الربح أو صافي الخسارة للوصول إلى صافي التدفقات النقدية المتولدة من عمليات التشغيلية. طيب الفرق شنو بين الطريقة المباشرة والغير مباشرة؟ الفرق هو في كيفية الوصول إلى صافي التدفقات النقدية، صافي التدفق النقدي فقط. الطريقة الغير مباشرة بنمسك صافي الربح التشغيل ونعمل عليه تعديلات، بنضيف الديبريسيشن وبعض الأشياء بنصل لصافي التدفق النقدي التشغيلي. أما الوصول إلى صافي التدفق النقدي الاستثماري والتمويلي في الطريقتين واحد، يمكن الاختلاف الوحيد بين الطريقتين ديل في كيفية الوصول إلى صافي التدفق النقدي التشغيلي، وهنالك عدد من الأمثلة لهذه القائمة، قائمة التدفق النقدي. وزي ما ذكرنا انه بدا تطبيقه سنه 1991. طيب نتحدث في موضوع اخر اللي هو اندماج الشركات، الكونسوليديت، اندماج الشركات او ما يسمى القوائم الماليه الموحده. لا يمكن لاي مهنه ان تقف بعيدا عن التطورات واحتياجات المجتمع الذي تعيش فيه دون تجاوب معها. ومهنه المحاسبه من المهن التي تتجاوب مع الظروف الاقتصاديه والاجتماعية التي تظهر نتيجة للتطورات المستمرة في دنيا الأعمال، وتتمثل الأحداث الاقتصادية التي ظهرت على أساسها خلال الفترة الماضية في الآتي. من أهم المشاكل التي ظهرت ظاهرة اندماج الشركات الكونسوليديت، وظهر نتيجة لها شركات تسمى بشركات القابضة الهولدينج كومباني، وشركات تسمى بشركات التابعة السبسيدري كومبانيز. وأيضا من المشاكل ازدهار التجارة الدولية بين مختلف الأقطار وزيادة الاستثمارات في أسواق المال الدولية، وكل هذه هي تعتبر ظواهر لا بد من المحاسبة أن تواكب هذه الظواهر. طيب شنو أسباب اندماج الشركات؟ الاندماج له أسباب. واحد من أسبابه تهدف إدارة المنشأة إلى زيادة حجم المبيعات والأرباح، ولا يمكن تحقيق هذه الأهداف إلا عن طريق التوسع الداخلي أو الخارجي، ويتمثل التوسع الخارجي في عملية الاندماج أو الكونسوليديت. أيضا أن كبر حجم المجموعة يسهل لها الحصول على التمويل اللازم عليها، قدر ما المجموعة كانت كبيرة من السهل جدا جدا تتحصل على تمويل لتمويل عمليات الاستثمارية، سواء كان باقتراض من المصارف أو التعامل مع وريدين أو مع سوق المال بصفة عامة. أيضا يعني حجم الشركة المندمجة يعطيها كبيرة من الصغة للمانحين، يعني لأنها حجمها كبير وتكون معروفة. يعني أيضا تضامن مجموعة الشركات ساعدة على تكاملها من حيث ضمان تدفق احتياجات المجموعة من الخامات، قدر ما المجموعة كانت كبيرة بتضمن أن الخامات بتجيها في الوقت المناسب وبسعر المناسب. أيضا كبر حجم النشاط يؤدي إلى تخفيض التكاليف، الكوست بير يونت بتقل لأن التكاليف الثابتة بتدخل عامل مؤثر في تحديد، بتخفض التكلفة بتاعت المنتج، وبالتالي بيزيد اوتوماتيكلي بيزيد الارباح. ايضا تصميم انظمه محاسبيه واداريه الكترونيه حتكون باقل تكلفه ممكنه. ايضا حجم الدعايه والاعلان مقارنه مع حجم الانتاج حتكون تكلفتها اقل ما يمكن. شنو عيوب الاندماج؟ الاندماج قد يخلق لنا عدد من العيوب. واحد منها وجود عماله كبيره قد يشكل معارضه للإدارة وبالتالي متاعب مالية واجتماعية. أيضا الاندماج بيعمل على قتل روح المنافسة، وظهور الشركات الاحتكارية ما جعل أحيانا الحكومة تتدخل لتشرع بعض القوانين التي تحد من الاحتكار، لأنه إذا في احتكار لبعض السلع وبعض الخدمات من قبل بعض الشركات المندمجة وبالتالي قد يتحكموا في السوق ويتحكموا في الأسعار وهكذا، بالتالي أحيانا الحكومة قد تتدخل لمنع هذا الاحتكار من خلال القوانين والتشريعات التي تسنها الحكومة. شنو الأشكال المتعارف عليها اندماج الشركات؟ يمكن النظر إلى الأشكال المتعارف عليها لاندماج الشركات من زاويتين. الزاوية الأولى
الى شكل اندماج بحسب طبيعه النشاط الشركات المندمجه، وينقسم لثلاثه: الاندماج الافقي هورزنتال والفيرتيكال والمختلط. الاندماج الافقي شركتين في نفس المجال تندمج مع بعضهم البعض، شركات في انتاج مثلا الخشب تندمج مع بعضها البعض، شركات في انتاج العصائر تندمج مع بعضها البعض، يسمى اندماج هورزنتال او افقي. الاندماج الراسي الفيرتيكال ديل شركتين، واحده بتنتج منتج والثانيه بتوزعه، يندمجوا مع بعض في شكل راسي. والاندماج الثالث يسمى الاندماج المختلط، وده شركتين مختلفات من حيث النشاط، لا ينتمي الى نشاط واحد، شركه في تاج العصير تندمج مع شركه في صناعه السيارات، وهذا يسمى اندماج مختلط. الزاويه الثانيه وهي اختفاء او بغاء الصفه القانونيه للشركه او الشركه المندمجه. يوجد في هذا الشكل نوعين اساسيين للاندماج بين الشركات. واحد الاندماج او الميرجر، في هذه الحاله تقوم احدى الشركات بشراء كل اسهم الشركه الاخرى التابعه بغرض الدمج، مثلا قيام الشركه الف مثلا بشراء صافي اصول الشركه باء، سوف يؤدي ذلك الى اختفاء الشركه باء تماما واستمراريه الشركه الف. هنا اختفت الشركه باء وظهرت معنا الشركه الف. الاتحاد الكونسوليديشن، في هذه الحاله اتفاق شركتين، شركه الف تتفق مع شركه باء انه يعملوا كونسوليديت وبشركه جديده اسمها جيم. اذا الشركه الف والشركه باء بيختفوا وبتظهر الشركه جيم، وحصل اختفاء للشركه. ثانيا اندماج، ولكن هنا مع بقاء الصفه القانونيه للشركه المندمجه بسموها الاكوزيشن. تظهر هذه الحاله عند قيام احدى الشركات بالرغبه في السيطره على احدى الشركات عن طريق شراء 50% او اكثر من اسهم الماليه حتى تسيطر عليها في 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 الفويتنج في الجمعيه العموميه وكذا. تشتري اكثر من 50% من الاسهم العاديه للشركه المسيطره عليها. تسمى الشركه الاولى بالشركه القابضه الهولدنج كمباني، وتسمى الشركه الثانيه بالشركه التابعه السبسيدري كمباني، وتحتفظ كل شركه باسمها. هذه تكون شركه هولدنج، وهذه شركه سبسيدري، شركه قابضه، وهذه شركه تابعه. طيب كيف نعد القوائم الماليه للمركز المالي الموحد في تاريخ الشراء عند حدوث هذا الاندماج؟ اول شيء نحن كمحاسبين نحسب نسبه السيطره اللي هي نسبه الاسهم العاديه التي تمتلكها الشركه القابضه منصوبه مقسومه او منسوبه على مجموعه الاسهم العاديه في الشركات التابعه، وتحسب نسبه السيطره هكذا: عدد الاسهم العاديه التي تمتلكها الشركه القابضه على مجموعه الاسهم العاديه للشركه. احيانا تشترك الشركه القابضه كل اسهم الشركه التابعه بنسبه سيطره 100%، واحيانا قد تكون نسبه السيطره اقل من 100%. ايضا نحسب تكلفه السيطره، احيانا قد ندفع نفس المبلغ بيساوي عدد الاسهم المشترينا، احيانا ندفع اقل، احيانا ندفع اكثر. ففي كل حاله بنواجه مشاكل. شراء كل اسهم التابع بالقيمه الدفتريه، يعني بنفس القيمه الدفتريه لا اكثر ولا اقل. مثلا في المثال ده عندنا استثمارات في التابعة اللي هو اشترى كل الأسهم التابعة ودفعت الشركة القابضة 150,000. يقابل هذه 150,000 كما يظهر في هذا المثال في الجانب الكريدت 100,000 رأس مال، ومكتوب شركة السهم لكن هي شركة الأمل حقيقة، 100,000 رأس مال و70,000 احتياطيات، وناقص خسائر مرحلة 20,000، يبقى 170 ناقص 20 150 توازي تماما الاستثمارات في التابعة. لما نجي نعمل قائمة التسوية هيحصل استبعاد هنا، استبعدنا 150,000 في التابعة، ومقابلة طوالي استبعدنا هنا رأس المال 100,000، استبعدنا 70,000، والخسائر مرحلة 20,000، 170 ناقص 20 150، طبعا استبعاد 150 هنا 150، يبقى الموضوع يكاد يساوي تماما، يعني يساوي تماما، ما في اقل ولا في اكثر، ما في اقل ولا في اكثر، القائمه بتظهر كما هي. احيانا شراء كل اسهم التابعه بقيمه اكبر من القيمه الدفتريه، وفي هذه الحاله اما ان يكون الفرق عباره عن شهره محل، او لم يتم تقييم الاصول بصوره صحيحه، نعمل اعاده تقدير للاصول او تظهر شهره محل. في الختام، هذا جزء من مادة المحاسبة
المالية المتقدمة. أتمنى أن أكون قد شرحت بعض المسائل التي تحتاج إلى شرح وتحتاج إلى توضيح، واستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فترتني.